أنا يحيى، مصور فوتوغرافي. نور صمام الأمان في حياتي، ودي بقى ليلي، الملاك اللي وقع من السما وهو يدوب بيتعلم يطير. 3 2 1. ها؟ ادفن. النهارده يوم مش عادي، النهارده عيد ميلاد الاستاذه ليلي، علشان كده هنصور اليوم كله. يلا بقى علشان نروح نصحي ماما الكسلانه دي ونهيص. يلا بينا. يلا هوب. يلا يا مامي، اصحى يا مامي، اصحى بدري، اصحى بدري. بدري ايه؟ انت عارفه النهارده ايه؟ النهارده عيد ميلاد مين؟ ليلي. يلا علشان ناخد سيلفي عيد الميلاد. يلا بينا. يا ترى مامي بتعمل ايه؟ بعمل الفطار اللي انت صحيتوني من الصبح عشان اعمله. بوظتيه. ما بوظتش حاجه. بوظت الفطار؟ لا ما بوظتش حاجه. ممكن تساعدني كمان شويه؟ يلا 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 يلا. ممكن تاخده مني تحطه على الترابيزه؟ حاضر. ترى عرفتي تنزليه اصلا؟ يلا. مامي بوظت البيض يا ليلي. لا بس كمان مش عاجبه. اعظم طبق بيض. لا انت لا تاكلي بقى ليلي. يلا حبيبتي تعالي، يلا عشان الفطار جاهز. يلا. بتعملي ايه بره؟ بتعملي ايه بره؟ طب يلا يلا نفطر بسرعه عشان عايزين نخرج بقى. يلا. زي النهارده ليلي تمت 4 سنين. زي النهارده كنت اسعد بني ادم في الدنيا. وريني. انا خلصت. انا خلصت. لا انا خلصت. انا خلصت. لسه هتلاقوا ورايا تاني. يلا بتاعتي احلى على فكره. لا بتاعتي احلى. طب بص طب بص طب انا اخلص بتاعتي هتلاقي بتاعتك احلى. بتاعتي احلى من بتاعتك. طب بعد. طب بعد. الو ايه سارة، ازيك؟ مش ممكن يا نور، انا بكلمك من المغرب. لقيتيني عليكي، لما كنتش قلتيلي انا كنت جيت لك حالا. طب يا ريتني يا ستي ما كنت رديت عشان تجيلي. ما انا فعلا جايه. بجد؟ امتى وليه؟ امتى حالا وليه لسببين وهقول لك برضه لما. وعلى فكره اعملي حسابك انت نازله معايا. هنروح فين؟ هتيجي عندي ومين؟ او تروحي لمامتك. فاكراها يا نور؟ انت بتزهقيش يا ساره؟ اوكي باي. الدواء هتلاقيه عندك في الحمام. من يوم الحادثة وكل واحد فينا في ناحية، في حاجة بينا ضاعت، حاجة اتكسرت. في البداية كنت بقول إن السبب في الأدوية اللي بتاخدها، بس أنا عارف إنها شايفة إن أنا السبب في كل اللي حصل. يمكن ما قالتهاش، بس أنا عارف إنها مش قادرة تسامحني ولا أنا قادر أسامح نفسي. إيه ده؟ إيه؟ يحيى خلي بالك، تروحين يا بيبي والله.
خلي بالك يحيى، خلي بالك. لا يا نور، لا لا بجد زهقت منك. ردي عليا، احدد امتى ميعاد مع شركه الانتاج. وقت تاني يا ساره، سيبيني افكر شويه. تفكري بايه؟ تفكري في ايه يا نور؟ دي فرصه اي كاتب يتمناها. تفكري في ايه؟ انا مش قادره اكتب، خليهم يحولوا اي روايه من الروايات القديمه لفيلم. انت عارفه انت بقالك كام سنه؟ 3 سنين ما نزلتيش ولا روايه جديده، واكتر من سنه ونص بتكتبي في روايه الله اعلم دي هتخلص ولا مش هتخلص. نور ما ينفعش، انت لازم ترجعي لشغلك ولحياتك ولدنيتك. صدقيني الكتابه دي هي اللي توقفك على رجلك، هي اللي هتخرج كل الوجع اللي جواكي. صدقيني بكره عيد ميلاد ليلى. حبيبتي انا عارفه، وعارفه ان انت ما تقدريش تنسي حبيبتي، لسه في ناس محتاجاكي. بصي احنا نشرب النسكافيه اللي ملوش طعم ده ونقوم نحضر الشنط. انا وعدت طنط النهارده ان احنا نروح نتعشى معاها. خلاص يلا. طب تعالي يلا نحط. ده مش بتاع بنات اصلا. لا ده بتاع بنات. ده بتاع بنات لونه جميل. مش عاجبك؟ مش فاهمه ليه مش عاجبك. طب وريني يا ستي، تعبتيني. ها ايه اللي عاجبك؟ لعبه واحده بس، لعبه واحده بس. ايه احنا هنقضيها جري؟ العاب حلوه قوي كده. لا انا همسكها بقى، انا همسكها. لا انا كده همسكها. اهو بس. تعالي تعالي تعالي. حلو ده ولا غالي قوي ده؟ ها ها. وحشه وحشه وحشه. زمتك دي احسن دي ولا البوبي قال عليها ولا دي؟ هي واحده بس، دي ولا دي؟ دي. فين العروسه؟ فين العروسه؟ جيب لك احلى تورته في العالم. اوه ايه ده يا ليك انت؟ ما انا هاكل منها برضه. هجيب لك تورته بطعم ايه؟ بطعم ايه؟ بطعم ايه يا يحيى؟ شوكليت؟ بطعم ايه؟ شوكليت. لا هجيب لك تورته بطعم السبانخ. حلوة حلوة. ما المروة فين؟ المروة قالت لي رايحة مشوار كده، على ما اجيب التورتة هتكون جاهزة. ما تسيب الكاميرا. يلا كلنا مع بعض. نور انت هتمشي بجد؟ نور ما تسيبينيش. نور انا عارف اني كنت السبب في اللي حصل، بس كان غصب عني. نور ردي عليا. نور ممكن تسمعيني؟ ليلى